تهدف هذه الحملة إلى تنظيم حركة السير على الشبكة الطرقية على امتداد التراب الوطني من أجل سلامة الأشخاص والأملاك والحد من الحوادث السير والمساهمة في التنمية المستدامة. سيشكل تنفيذ أحكام قانون المرور من الحد من حوادث السير ونشر سلوك مدني قائم على احترام القانون والالتزام بضوابط السير وشروط السلامة تجنبا للتهور والتلاعب بأرواح المواطنين وسلامة أملاكهم وانسيابية للحركة الحضرية. قبل أن أنهي هذه الكلمة أود أن أعبر عن استعداد بلديات نواكشوط في مواكبة الحكومة في جهودها المتعلقة بتنظيم النقل العمومي من خلال تأطير الناقلين وتوفير أماكن ملائمة كمراكب عمومية وتسهيل انسيابية حركة المرور وتوفير مواقف آمنة للسيارات. إسهاما من بلدية تفرق زينة في تنظيم المرور انسيابة الحركة داخل المدينة والسهر على سلامة السيارات، ستخصص مواقف عمومية آمنة للسيارات على مختلف المحاور الطرقية في البلدية، وذلك بالتعاون مع مقدم خدمات خصوصي مختص في المجال موريستات، سيبدأ تشغيلها خلال الأيام القادمة إن شاء الله.